افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا الإيثيلين تحت شعار تعزيز القدرة التنافسية من خلال كفاءة الطاقة وفعالية التكلفة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات مستقبل صناعة الإيثيلين في المنطقة. نظرا لأهمية منطقة الخليج في صناعة البتروكيماويات وما تشكله هذه الصناعة من مورد رئيس للإيثيلين في العالم، لا شك بأنه سينعكس إيجابا على منطقة الشرق الأوسط التي تشهد اليوم نموا عالميا لقدرتها على توفير المواد الخام لتكون بذلك مركزا مهما في صناعة الإيثيلين، مع الاتجاه نحو أفضل الطرق المربحة في مستقبل سوق الإيثيلين، إلى جانب فهم الاتجاهات والتحولات الوشيكة في ديناميكيات هذه الصناعة المهمة. البحرين اليوم احنا ما عندنا صناعة للإيثيلين، لكن في المستقبل قد يكون لنا فرص. وطبعا أساس البتروكيماويات اليوم مستهلكة في جميع المجالات، وتستخدم ما يسمى بغاز الإيثين في المنطقة كمصدر أساسي لإنتاج الإيثيلين، من بعد يعني ينتجون البولي إيثيلين وكل المشتقات البتروكيميكلز اللي موجودة في الملابس، في البلاستيكس، في السيارات، في الأدوية إلى آخره، فتسمى الصناعات الأساسية في البتروكيميكلز، والأيثيلين هو من أهم مشتقاتها. طبعا الحضور في ازدياد عن السنوات الأولى، هناك تقدم في التقنيات، وهناك رفع في كفاءة الإنتاج وخفض في استهلاك الكهرباء، كلها في الأخير تؤدي إلى زيادة في الربح وزيادة في إنتاجية المصانع. أهمية استدامة قطاع البتروكيماويات الحيوي تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الميزة التنافسية العالمية، وذلك من خلال جذب المهارات والكوادر البشرية، بالإضافة إلى تلبية متطلبات وتوقعات الزبائن التي تساهم بلا شك في تخفيض التكاليف. وهذا ما يؤكد على أن الاستدامة غدت الطريق الصحيح الذي يمكن من خلاله ضمان استمرارية النجاح وتحقيق الازدهار. مثل ما هو معروف، منطقتنا الخليجية بالذات تحظى باحتياطيات ضخمة من الغاز، تشكل 22% من الاحتياطيات المثبتة عالميا، وهذه الاحتياطيات سعت حكومات دول الخليج لإضافة القيمة من خلال استغلال الغاز كلقيم وكوقود لإنشاء صناعات بتروكيماوية. الهدف السامي للمؤتمر هو جمع أكبر عدد من مقدمي الخدمات من المشغلين المصانع، بحيث يكون هناك تبادل للخبرات وإن شاء الله الارتقاء بمستوى فاعلية المصانع. تم خلال المؤتمر والمعرض المصاحب مناقشة أهم المواضيع التي كانت على رأسها المشهد التنافسي المتغير للبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، وأهمية التميز التشغيلي في المواد الكيميائية في الشرق الأوسط، إلى جانب تقنيات البرمجة الخطية وغيرها من المواضيع المهمة. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.